السلام عليكم وبركاته. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته الأعظام المستكملين الشرفاء. وبعد، إخوتي الكرام، أزلنا بفضل من ربنا ونعمة مع البخاري، نسأل الله أن يسر لنا إتمامه ونسأل الله في عليه أن يشكر لكم صبركم على ذلك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال الإمام البخاري كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، قال: باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى. نعم، ماشي، تفضل. وكتاب رجم طبعا، مش حاربين والردة، كتاب رجم. ماشي، تفضل اقرأ. قال الإمام، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا وكيع، قال ما تكلمنا على يوسف. طيب، أنا أنت نايم خالص. خلينا بس ننهي، هات المتن فقط. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة قال فليبعها ولو بحبل من شعر. هذا الحديث حديث عبد الله بن يوسف التنيسي والليث بن سعد، تعلمون ليس أفقه من مالك، مفخرة المصريين، سعيد المقبري رضي الله عنه وأرضاه، يروي عن أبي هريرة بواسطة أبيه، ويروي عن أبي هريرة منفردا، يعني بدون واسطة بينه وبين أبي هريرة، وهو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. فيه: إذا زنت الأمة فتبين زناها. نعم، يعني هنا الكلام في هذا الباب أن الأمة أحصنت أو لم تحصن فالجلد عليها واجب. وقلنا بأنه مسألة الإحصان في هذا الباب لا يؤثر في الحد، لأن الله تعالى قال: فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فشطر الحد، وتشطير الحد لا يكون تشطير الحد لا يكون إلا ب تشطير الحد لا يكون إلا فيما يقبل التشطير، ولا يقبل التشطير إلا الجلد. لذلك قال: فليجد الحد. وتابعه يونس، رواه مالك هذا الحديث، وتابعه يونس بن يزيد ويحيى بن سعيد، وراه عقيل عن الزهري، عقيل بن خالد، وابن اخي الزهري ايضا عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله ان شبلم او شبل ابن خالد المزني اخبره ان عبد الله بن المالك الاوسي اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامة اذا زنت، الا ان عقيلا وحده قال مالك بن عبد الله الأوسي، وقال الزهري وابن أخي الزهري، وكذلك قال يونس بن يزيد عن الزهري عن شبل بن خالد. الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى كما قلنا أن ولي الأمر، ولي العبد أو ولي الأمة، هو الذي يقيم عليه الحد، ليست الولاية الكبرى، يعني يعطى ذلك في هذا الباب. عن علي قال: زنت جارية رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أقيم على الحد، فإذا هي لم يجف عليها الدم، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعها، فتركتها ثم أقمت عليها الحد، فقال: أقيم الحدود على ما ملكت أيمانكم. وهذا حديث رواه أبو داود من طريق إسرائيل عن عبد الأعلى قال: أقيم الحدود على ما ملكت، نعم، أي أيمانكم. وقال أبو قرة: ذكر ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة مولى عبد الله أنه أخبره في حديثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحدثت الوليدة فاجلدوها، ثلاث مرات ما زانت الرابعة فبيعوها ولو بحبل من شعير. قلنا بأن الحديث استدل به من لم يوجب النفي على النساء إحرارا أو إيمان ولا على العبيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بها في هذا الباب. وهذا القول قول مالك والأوزاعي، عبد الله بن الحسن وأحمد وإسحاق، قال شفعي أبو ثور: عليهن النفي على الإماء والعبيد. وهو قول ابن عمر، واحتج شفعي بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من زنى وتغريب عام فعام ولم يخص. وبقوله تعالى: فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب، والتغريب له نصف. واحتج عليه مخالفه بحديث الباب بأنه قال: فليجلدها، ولم يقل يغربها. قلنا: هذا مسكوت عنه، وقد يكون مسكوت عنه ركونا. فحقيقة الأمر هنا قد يقال أن الركون لعموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خذوا عني الجلد، البكر بالبكر، جلد 100 و100 جلد 100 وتغريب عام. وأيضا عندنا هنا: من زنى ولم يحصن فعليه حد 100 وتغريب عام على العموم. قال: من زنى، فقال هذا تعميم على الرجال والنساء، تعميم على الرجال والنساء. والتغريب أيضا يتشطر، التغريب أيضا يتشطر. وقال شفعي أبو ثور: عليه النفي.
وفيها أن السيد يقيم الحد على عبده. قال الشافعي أحمد وإسحاق وثور في الحدود كلها يقيم السيد يقيمه على حده. والصحابة من ابن عمر وغيرهم أقاموا الحد على العبيد، وهو قول ابن عمر وابن مسعود وأنس بن مالك ولا مخالف له من الصحابة. الثوري قال يحد المولى في الزنا، وبه قال أوزاعي، وخالف مالك وليس قال يحد في الزنا والشرب والقذف إذا شهد عنده شهود لا بإقرار العبد إلا القطع خاصة، فإنه لا يقطعه إلا الإمام. وقال الخفيون لا يقيمها الإمام خاصة، فإذا علم السيد أن عبده زنا يوجعه ضربا ويبلغ به الحد. وهذا كلام بعيد عن النص. يقام الحد كما يعني كما أقام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال فليجد الحد ولا يثرب. وفيها أيضا الفضل في الإحسان وعدم التعيير بالمعصية. هذا أصل أصيل، يعني لا يظن في مؤمن يعلم حدود الله. هذه واحدة، في مؤمن يعلم حدود الله وأيضا مؤدب مهذب وربي تربية راقية، أنه يمكن أن يقف على أحد تعييرا له بنقص أو إلماحا له بزلة. هذه ليست من فعال أصحاب الشهامة والمروءة. أنا أتكلم الآن على الشهامة والمروءة والأدب. أما في الديانة أنا ما أرى الذي يعير إلا مغزول. الله تعالى أراد أن يوقعه في هلكة فأوقعه في ذلك، لأن الذي يعير أحدا بمعصية لابد أن يبتلى بها ولو بعد حين. الذي يعير أحدا بزلة أو بمعصية أو بوقوع في شيء من ذلك، هذا مبتلى بها، انتهى أمره. عند نطقه ابتلي بها. وأيضا نهيك على مسألة الخسة والدناءة وكيف يريد يواجه أحد بنقصه. هو لو لم يكن ناقصا لما واجه أحد بنقصه، ولأن النقص قد لا يزود في الإنسان، بالذات المعاصي التي يقع فيها الإنسان ليست ثلمة تسقطه، بل قد تكون نعمة ترفعه، والدلاء على ذلك أن الله تعالى إذا أراد به خيرا ألهمه توبة أو طاعة أو يسر عليه أمرا يعني يتقرب به إلى ربه جل في علاه. يعني ما أدري، ألا يفهمون؟ ألا يفقهون؟ أما نظروا لامرأة بغي سنين طوال، بغي يعني امرأة تأكل حراما وتفعل حراما، كبيرة، امرأة عرضت نفسها لمن هب ودب، ومع ذلك هناك نقاء في القلب خفي لا يعلمه إلا الرب العلي سبحانه وجل في علاه. وش اللي حدث؟ سقط كلبا، مش ممكن سقط الكلب، هذه كبائر وكبائر عظيمة جدا، ومع ذلك سقط كلبا فشكر الكلب لها الله، فقبل الله شكر الكلب فغفر لها ذنوبها. الكبائر كل كبائر غفرت. فالمسألة تعيير العاصي بمعصيته من صفات المنافقين، تعيير العاصي بمعصية من صفات المنافقين. لما يأتي واحد يعاتبك ويرجعك يقول أنت قيمة، أنت قامة، أنت، وهو يلمح ويعرض، فأنت تكتب كده أنت منافق، أنت خبيث، أنت خسيس، طبعا ما يكتبهاش طبعا. ليه؟ لأنه أيضا لا سيقع فيما وقع فيه هو. فلو دان يقول له هداك الله، ماذا تريد؟ إن تريد المعصية فالله جل وعلا هو الذي يأخذ بالذنب ويغفر. لذلك الرجل من بني إسرائيل قال له يا رسول، قال له أقصر، قال خليني وربي، قال أقصر، قال خليني وربي، قال أقصر والله لا يغفر الله لك أبدا. فقال له النبي فأصلا التعيير بالمعصية أو بالزلات هذه مصيبة. أنا كان لي محاضرة معنا كنت بتكلم على مسألة حسن الظن بالله حتى فيما ترك عبده أن يقع في المعصية. كان بعض طلاب العلم يرفع يديه يقول تعلم أنني لا أجابهك ولا أتجرأ عليك ولا أريد ذلك، لكن أعلم أن في ذلك حكم، لكن لا تدخل بيني وبينك أحد، لا تدخل بيني وبينك أحد. ما يعرف، ما في أشياء خفية. لكن كما قلت قد طبعا في حكم كبيرة جدا. الحكمة الأولى أنه يتذوق مرارة المعصية فيمقطها، لأنه تذوق، الذي يتذوق العسل ثم يكون كان قد ملأ بطنه وفمه وكله بالحنظر وتذوق يعني العسل، يقول أعوذ بالله، ما الذي كنت فيه؟ كيف كنت غافلا عن ذلك؟ كيف ذلك؟
فيبقى على العسل ولو قاتل الدنيا بأسرها. الأمر الثاني أن الله تعالى يقطع عنه كل الحجب التي تحجبه عنه، الكبر، العجب، الغفلة، فهو ما زال منتبها، لأنه الطاعة ممكن تكسبك غفلة، تغفل، لأن كل ما أنت في المعصية أنت مستيقظ تخشى الخاتمة بذلك، تخشى أن الله تعالى يسلب منك نعمة أعطاك إياها بسبب هذه المعاصي، تخشى أنك لو تجرأت عليه هو له جبروت، إذا غضب انتهى كل شيء، انتهى. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، فيبقى منتبها. هذه من الحكم أيضا التي يقع فيها. فهو الإنسان يعني الذكي لابد أن يفهم أنه إن نظر العاصي لا ينظر له لمعصيته، ينظر لجوانب الخير اللي فيه. هنا نقول كل امرئ ينظر بعينه، بعيني داخلة نفسه، ينظر بقلبه. فهنا لما ينظر بقلبه هيستطيع يتعامل مع الجميع، هيتعامل مع الجميع، وهو يكون كأنه أقل الناس. ولذلك بعض السلف قال أتقى الناس، أتقى الناس الذي إذا مشي بين الناس قال أنا أقل الناس قدرا، يرى أن الناس بأسرهم أعلى منه مكانة، أعلى منه مكان. هذه لا تتأتى أيضا إلا لقلب أظهر الله له علما به، أظهر الله جل وعلا علما به. لذلك أقول هذه مسألة من العظمة بالمكان، أن الإنسان عندما يتعامل مع العاصي حتى ولو كان ظالما ظلمه، فإذا جاءه ينظر في عيونه يعني الندم، فلا يحرجه، فلا يجعله حتى يستسمحه، يقول أنت ويثني عليه خيرا ويذكره بخيره. هذا أفضل شيء من الإنسان أن يتعامل به. قال ولا يسرب، زنت قال لا يسرب، حق الله يؤدى ولا يسرب. ثم قال في الربيع ربيعها ولو بضفير، وهذه معناها أنه يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قالوا أن أهلكم فينا الصحراء، قال نعم إذا كثر الخبث. يبقى مسألة مشكلة في هذا الباب، أنه قال ولو بضفير حبل، طب هو لو باعها وهي الآن باعها من أجل أنها يعني أساءت وأساء، المهم أنها لا تصلح، فلابد أن يقول ذلك، من غشنا فليس منا. حقيقة الأمر لا، الأمة في هذا الباب لما تعرض بهذه يعني يعرف من طريقها فيبخس ثمنها، وهو ليس غشا لما لم يذكر لها أنها فعلت الزنا، لأنه إقامة الحدود كفرات، ولا يمكن أن يراجع امرؤ في شيء قد تاب منه. ولذلك لا يصح أن تتكلم عن أي شيء مضى على إنسان مغفل جاهل، من يجلس يذكر إنسان بشيء مضى، والشيء الذي مضى هذا هو سبب رئيس أنه على إلى ربي علوا لحتى لا يسميه أحد في علوي. عجيب، كالمكوك يصعد صعودا غريبا. وهذا أنا الحمد لله لا أندهش، لأن أنا أعرف أن ربي نظر الله على الداخل، على نقاء الداخل، على الألماس الموجود مخفي، فهو ألماس عالي جدا، جاء من لا يعقل وضع عليه ترابا، فهو لا يظهر، البريق لا يظهر، لكن إذا كان هنا ترابط روحي أو قلب يشعر عندما يتكلم عنه فيشعر به، يعلم أن هناك كنز لا يسميه كنز بحال من الأحوال، يعني يرى دهشة العقل، وأيضا الروح نفسها أصلا تسمو عندما يعني يرافق أو يوافق، يعلم أن في ألماس عليه تراب شديد جدا، وهذا التراب بنفخة واحدة تطير، يبقى اللمعان يضفي إلى السماء، يغطي عالم الدنيا بأسره. هذه التي لابد أن نفهمها جيدا، وهو أنت لا تدري من الناس وما الناس وكم الناس، فكن على معرفة بقدرك، يرتاح الناس منك، وأنت أيضا تريح نفسك من نفسك وتريح الناس منك، ولا تتعدى لا على الأفاضل ولا على غير الأفاضل. وبها أيضا لأن التعدي على الأفاضل جرم، التعدي على الأفاضل جرم. والعجيب أنه يمكن الفاضل يعني يظن بك أنك تتعدى عليه، لم يعرف حقيقتك، وهذه غريبة جدا. إذا رزق الله بذكي نقي راقي جدا عنده سمو وأخلاقيات عجيبة، أمير من الأمراء، تربية ملوك، لكن لا يفقه ذلك أو لا يعقله، ويحسب أنك يمكن أن تتعدى على فضله، تتعدى عليه، هذه مسلمة
عجيبة جدا. كيف يبقى إذا لم إذا كان هو يعني يدعي أنه فهم فقها أنه لا يجوز بحال من الأحوال التعدي على الأفاضل بكل شيء أقيل ذوي الهيئات العشرات، أو على من طرح ما يعني ما وقع فيه طرحه خلفه ورجع إلى رب العالمين، أو أقيم على الحد، لأن الحدود كفارات، لأن الحدود كفارات، فهذا لا يتعدى عليه إلا لئيم، ولا حتى يزعجه إلا خبيث النفس أو جاهل جهل مركب لا يعرف كيف يتعامل مع النبلاء. فشوف أن ديننا كيف يعلمنا السمو ورقي الخلق، قال ولا يسرب. شوف أنت أرقى من ذلك، والنبل النبل الغامر لما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وقيل ما قيل، ما أقيم عليه الحد يا أستاذ إن شاء الله، أقيم عليه الحد، والحدود كفرات، إذا ليس بعيب الآن لأن الحدود كفرات. شوف النبل يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة يقول وهو أصلا النبي صلى الله عليه وسلم عاش شهرا في أمر ما يعلم به إلا الله جل في علا، يسأل علي، يسأل سأل عليا، سأل زيدا، سأل أسامة، سأل الجارية، سأل زينب بنت جحش. الأمر صعب صعيب، لكن دخل بكل نبل. قال يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فاستغفري، فإن الله غفور رحيم سيغفر لك، وإن كنت بريئة سأبرئك الله. بنبل خلق هذا الذي قاله. بعد ذلك قالت ما قالت، وأنزل الله جل وعلا يعني البراءة من فوق 7 سماوات. وأيضا في هذا الباب يعني هنا لما قال بيعها بضفير على أنها ما دامت هكذا وتصر أن تسقط فدعها، فإن السقوط لا يصلح للنبلاء، والتسريب والتعيير هذا لا يصلح من المؤمنين. أبو عبد الله تفضل. سيدي معلش لدي سؤال، يعني سيدنا هو ليه النبي صلى الله عليه وسلم لما جت في الثالثة قال فليباعها؟ ليه؟ في الرابعة مش في الثالثة، في الرابعة. قال ثم إن زنت الثالثة فليباعها ولو بحمل من شعر. في رواية في الرابعة. والأدنى ينزل تحت الأعلى. هو لأنه خلاص يظهر المحل معها، مش يعني ما يأتي، هي ترجع ثم ترجع، فقال لعلها تغير غيره ويكون تقيا نقيا فتنظر في تقوى فتأتسي به فتصلي معه فتمتنع، ويكون هذا بحسن الظن في هذا. رضي الله عنكم سيدي. الزاني العبد الزاني العبد يتشطر طبعا، يشطر التجنيب ما يعني هو لا يجلد 100 تشطيل للأمة، إنما هو يجلد 100. نعم رضي الله عنكم سيدي. تفضل باب أحكام أهل الذمة سريعا الله يرضى عنك. ثم قال الإمام أبو عبد الله قال باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. قال حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا موسى بن إسماعيل المنقري وهو من الثقة بمكان. قال حدثنا عبد الواحد. الواحد بن عبد الصمد بن عبد الوارث من الثقة الأسباب. ها؟ ابن زياد العبد مولاهم. أو عبد الواحد بن زياد، نعم، من الثقة الأسباب رواه له جماعة. قال حدثنا الشيباني. من الشيباني؟ ابن أبي سليمان فيروز. نعم. خاقان. نعم تفضل. جزاك الله خير. قال سألت عبد الله بن أبي أوفى عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه رضاه الصحابي. نعم. فقال رجم النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت أقبل النور أم بعده؟ قال لا أدري. تابعه علي بن مسهر وخالد بن عبد الله والمحاربي وعبيد بن حميد عن الشيباني، وقال بعضهم المائدة والأول أصح. في اللي بعده يعني ماشي، هات اللي بعده. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله من الثقات الأثبات رواه الله جماعة. قال حدثني مالك. مالك النجم، إذا ذكر الحديث مالك النجم صاحب مذهب متبع. قال عن نافع. نافع مولى بن عمر أثبت الناس فيه. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنهم أجمعين، وهو من 7 المكتنين عن أبي الأمين من عبد الله 4 وصحابي بن صحابي أثري. نعم. قال أنه قال إن اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم وامرأة زانيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه كذبتم، إن فيها الرجمة، فأتوا بالتوراة
الصحيحي فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ارفع يدك. فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فردم، فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. نعم، جزاك الله خير. هل صح أن يقال آية الشير ماشي الحد الجريء وعدم القصاص بالقتل من العبد هو أن لأن الله حكم العدل في الأمانة وتمكن من التكليف بما لسقوط بعض التكاليف شطر لها الحد؟ في الأمر شيء من هذا، في الأمر شيء من هذا، لأنه ليس ملكا لوقته، ليس ملكا لماله، ليس ملكا أيضا، أيضا أسقط عنه وجوب الحج، أسقط عنه إلا بإذن السيد طبعا، أسقط عنه وجوب الجماعة، كل ذلك لحق السيد. فهنا لما قيد بهذه القيود خفف عنه عند الحدود. في الأمر شيء كبير مما كتبت. الآن يلزمني كما أجبتك فقلت أطلب، يلزمني إن طلبت شيئا أن ألبيه قدر ما أستطيع. لك علي هذا، ما تأمر به الآن حقا يعني. فأعرف أعرف أعرف قصدك، أعرف. فلك علي الآن ما تأمرني به أكون منتظما سريعا أوفيه، كما طلبت منك فلك أن تطلب ما شئت. نعم نعم، جزاك الله خير يا أمتي. أقول إخوتي الكرام، هنا بالنسبة لأهل الذمة عندما نزلوا تحت راية المسلمين، الله تعالى قال: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. وهذه المسألة مسألة معروفة أهل الكتاب في هذا الباب. اختلف العلماء في مسائل كثيرة، منها تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني رد رأس يهودي بين حجرين لأنه كان فعل ذلك بمسلمة قصاصا، وأيضا قال لهم بأن الزنا عندهم في كتابهم الرجم، وهم قالوا الجلد والتحميم، قالوا الجلد والتحميم. لا، قضاء الأولى لا، الأولى لا، لكن يجوز. اختلف العلماء في إحصان أهل الذمة، فقال الطائفة في الزوجين الكتابيين يزنيان وارفعان إلينا عليهم الرجم وهما محصنان. وهذا قول الزهري والشافعي، وهذا الذي يعني قد حققه العلماء بما أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وأمرهم بالرجم. نعم، وهنا أيضا إن شاء الله of Islam and business حقيقة إجابات رائعة أيضا. قال: عندما ترتفع المكانة يستعظم الذنب، والعكس صحيح. ممتاز، لكن أيضا في هذا الباب يعني قد 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 تراجع بقول أقل ذوي الهيئات العثرات، إلا إذا كان في حد من الحدود، إلا إذا كان حد من الحدود. فكلام هذا يعني جميل جدا، لكن فيه ضابط وقيد، وهو أقل ذوي الهيئات العثرات. قال الطحاوي: وروي عن أبي يوسف أن أهل الكتاب يحصن بعضهم بعضا، ويحصن المسلم النصرانية. نعم، ويحصن المسلم النصرانية وتحصن النصرانية. واحتج الشافعي بحديث الباب وقال: إنما رجماهما لأنهما كان محصنين. وقال النخعي: لا يكون محصنين حتى يجامع بعد الإسلام، وهو قول مالك والكوفيين، وقالوا الإسلام من شرط الإحصان. وقالوا في حديث الباب: إنما رجماهما بحكم التوراة حين سأل الأحبار عن ذلك، وإنما كان من تنفيذ الحكم عليهم لكتابهم التوراة، وكان ذلك في أول دخوله المدينة، ثم نزل عليه القرآن بعد ذلك الذي نسخ خطه وبقي حكمه بالرجم لمن زنى، فليس رجمه لهم من باب إحصان الإسلام في شيء، وإنما هو من باب تنفيذ الحكم عليهم بالتوراة، وكان حكمهما الرجم على من أحصن ومن لم يحصن، وكان على الشارع اتباعه والعمل به، لأن على كل نبي اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قبله حتى يحدث الله له شريعة تنسخها، فرجماهما على ذلك الحكم، ثم نسخ الله جل في علاه بقوله: واللاتي يأتين الفحشة من نسائكم، قال: فامسكونا في البيوت، قال: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله هن سبيلا، البكر ببكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 والرجم. ففرق بين حد المحصن وغيره. ولما أنزل الله جل في علاه ولم يكفهم أن أنزلنا على الكتاب يتلى عليهم، فبعد ذلك قاموا ولما إذا تحكموا إلينا لا يحكم بينهم إلا بالقرآن، كما قالوا: وأن أحكم بينهم بما أراك، أحكم بينهم بما أنزل الله. أنا أجبت لأسيا عن السؤال، قلت لها:
يكره أن تفرد الجمعة حتى ولو كان قضاء، ولكن يجوز إن صامت الجمعة قضاء يجوز. وفي قوله فأحكم بينهم أو أعرض عنهم على التخيير، هذه منسوخة، منسوخة بقول الله تعالى وأن أحكم بينهم بما أنزل الله. وقال بالنسخ مجاهد وعكرمة وأبو حنيفة والشافعي. وإذن حكم أهل الكتاب بذلك من حكم كتابنا بأنهم إذا زنيا الرجم كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في إذا زنى مسلم بذمية، فقال ابن قاسم ترد إلى أهل ذمتها، وقال أشب ليس لهم رجمهما لأنه صلى الله عليه وسلم إنما رجمهما قبل أن يكون لهم ذمة. وفيها تلاعب اليهود وأيضا التحريف، تحريف كتاب الله جل في علا، لذلك استحقوا اللعن بأنهم بعد ما نزلت آية الرجم وجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما سألهم قال ما تجدون في التوراة، قالوا الجلد والتحميم، قالوا نفضحهم ونجلدهم ويجلدون. هذا مخالف أصلا لمقاصد الشريعة، مخالف في هذا الباب. المهم أنهم قالوا ذلك يعني تحريفا لكتاب الله، حتى أتوا بالتوراة وقرأها، قام الخبيث يضع يده فضربه عبد الله بن سلام وقال أخر يدك لكع، أخر يدك. فلما قرأها قام النبي صلى الله عليه وسلم وأمرهما، أمرهم برجمهما. نعم نعم يا أستاذة رانيا، أنا أعرف ذلك، أنا أعلم جدا أدبك وفضلك. أبدا أنا ما فهمت ذلك، ما فهمت ذلك أبدا أبدا. رضي الله عنك وزادك الله أدبا، ما في شيء، ما عليك شيء، لا عتب عليك، رضي الله عنك. أقول إخوتي الكرام الفوائد المستنبطة، التعير بالمعصية نفاق وخبث، التعير بالمعصية فعل المنافق، حتى ما يقال نفاق، فعل المنافقين. من لم يرتقي للمستوى يزهد فيه، من لم يرتقي للمستوى يزهد فيه. الأمة فعلت ذلك فقال بيعها ولو بحبل ضفير. اليهود ألعن أهل الأرض يحرفون الكلمة عن مواضعه. فعل النبي تشريع أنه رجم. الوكالة في إقامة الحدود، الوكالة في إقامة الحدود. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.